بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية. ومع هذا الخبر السريع من على صفحة موقع أورو نيوز، فيديو صامت وسريع. إذن إيطازوني، إذن نتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية. ليكسبلوزو دو ناشفيل، انفجار ناشفيل. ناشفيل مقصود بها إلى كابيتال دو ليتا دي تينيس أوز إيطازوني. نتحدث هنا عن عاصمة لولاية من الولايات المتحدة الأمريكية تسمى ناشفيل. طبعا الولاية تسمى تينيس. ليكسبلوزو دو ناشفيل كابتوري، انفجار ناشفيل كابتوري. كما نقول أنه المقبوض، المقصود أنه مسجل. لو فيرب كابتوري أنك تستولي على الشيء. كما نتكلم هنا عن انفجار ناشفيل المستولى عليه، ولكن المقصود هنا انفجار ناشفيل المسجل. بار فيديو سيرفيونس، مراقبة بالفيديو، المقصود كاميرا المراقبة. إذا نتكلم عن انفجار أنه تم تسجيله بكاميرا المراقبة. إذا عندنا هنا كما نلاحظ الانفجار لو 25 ديسمبر 2020، إذا نتكلم عن 25 جانفي 2020. أوبتيماتا كما نقول في الصباح الصغير، أوبتيماتا مع الصباح، أوبتيماتا أن كارتي هيستوريك دو لا كابيتال دي تينيس ا ايتي ديفاستي. أن كارتي هيستوريك، إذا نتكلم عن حي تاريخي دو لا كابيتال دي تينيس، دو لا كابيتال دي تينيس، لعاصمة تينيس التي ذكرنا الآن، أيتي ديفاستي، أنه تم تدميرها، أيتي ديفاستي، أنه تم تدميرها. طبعا نتكلم على الفيرب ديفاستي، أنك تخرب، أنك تدمر، أنك تتلف. إذا نتكلم عن الفيرب ديفاستي، إذا كنا نتكلم عن منطقة أنها خربت ودمرت وأتلفت. أن كارتي هيستوريك، إذا نتكلم عن حي تاريخي. دو لا كابيتال دو تينيس، لعاصمة تينيس التي ذكرنا الآن، أيتي ديفاستي، أنها خربت. Une caméra de surveillance de la police. Une caméra de surveillance de la police. إذا نتكلم عن كاميرا المراقبة للأمن. Une caméra de surveillance de la police de Nashville. للعاصمة Nashville a enregistré l'explosion. A enregistré l'explosion. أن سجلت الانفجار. سجلت الانفجار. A enregistré l'explosion. أن سجلت الانفجار. إذا نتكلم عن كاميرا المراقبة الأمن بمنطقة ناشفيل أن سجلت الانفجار. انفجار ماذا؟ دان كومبين كار. A enregistré l'explosion d'un camping car survenu en ce jour de Noël. Survenu en ce jour de Noël. Survenu en ce jour de Noël. كاميرا المراقبة الخاصة بالأمن أن سجلت انفجار دان كاميون كومبين. إذا نتكلم عن سيارة التخييم، سيارة التخييم. Survenu. Survenu. إذا نتكلم عن لو فيرب سورفونيغ، لو فيرب سورفونيغ يعني أنه يأتي فجأة، يأتي فجأة. إذا كما نتكلم عن سيارة التخييم التي أتت فجأة أون سوجور دو نويل، في يوم نويل أو في يوم عيد الميلاد كما نقول. طبعا نتكلم عن النصارى الذين يعتبرون هذا اليوم يوم الميلاد. إذا ليكسبلوزيون دان كومبين كار سورفوني أون سوجور دو نويل. إذا نتكلم عن انفجار سيارة التخييم التي أتت فجأة en ce jour de Noël في هذا اليوم الميلاد. Après avoir garé son véhicule، بعدما وضع سيارته، بعدما أوقف مركبته، نتكلم عن السائق. Après avoir garé son véhicule، بعدما أوقف مركبته، le conducteur، السائق، avait diffusé un message. إذن السائق أنه بث رسالة، أنه بث رسالة، يعني طلق واحد البوق في واحد الرسالة. Appelons les personnes alentour à évacuer. Appelons les personnes alentour à évacuer. مناديا الأشخاص حوالي، المقصود حول السيارة، المقصود حول المركبة. À évacuer، للإخلاء. طبعا évacuer ومنها l'évacuation، ومنها l'évacuation، المقصود بالإخلاء. Appelons les personnes alentour à évacuer. يعني مناديا الأشخاص حواليه à évacuer للإخلاء. ليبتعد بمعنى آخر. طالبا من الأشخاص الذين يوجدون حول المركبة الابتعاد من المركبة. أو لإخلاء المكان بمعنى آخر. L'auteur de l'explosion a été identifié par la police. إذن طبعا نتكلم عن l'auteur de l'explosion.
طبعا نعرف بأن لوتور المقصود به هو الكاتب، لوتور هو المؤلف أو الكاتب إلى غير ذلك، لكن أيضا كلمة لوتور كما عندنا هنا أن تعني المتسبب، لكن أيضا كلمة لوتور كما عندنا هنا تعني المتسبب. لوتور دو ليكسبلوزيون ا ايتي ايدونتيفي با لا بوليس، إذا نتكلم عن متسبب الانفجار ا ايتي ايدونتيفي أنه حدد با لا بوليس من طرف الأمن، المقصود أن الأمن قد تعرف عليه وعرفوا من هو الشخص الذي قام بهذا الانفجار. L'auteur de l'explosion a été identifié par la police. المتسبب في الانفجار a été identifié أنه حدد، المقصود أنه تم التعرف عليه par la police من طرف الأمن. إذن كما نلاحظ في الصورة الشخص المتسبب في الانفجار أنتوني وارنر، إذا نتكلم عن هذا الشخص هذا était présent quand la bombe a été déclenchée. أنتوني وارنر était présent. أنتوني وارنر أنه كان حاضرا. أنتوني وارنر était présent quand la bombe a été déclenchée. عندما القنبلة أنها انفجرت. Quand la bombe a été déclenchée. عندما القنبلة انفجرت. Quand la bombe عندما القنبلة a été كما نقول أن كانت déclenchée منفجرة. كانت منفجرة المقصود أنها انفجرت. Quand la bombe a été déclenchée. عندما القنبلة انفجرت. أنتوني وارنر était présent quand la bombe a été déclenchée. إذن هذا الشخص أنه كان حاضرا عندما انفجرت القنبلة. إلى بيغي دون لا ديفلاغراسيون. إلى بيغي دون لا ديفلاغراسيون. ديفلاغراسيون إذن تعني الانفجار، لكن في معنى آخر تعني النزاع. لكن في معنى آخر ممكن أن تعني النزاع. كما نتكلم هنا عن ليكسبلوزيون. وكما قلنا بأن لا ديفلاغراسيون ممكن أن تعني في معنى آخر لو كونفلي، يعني النزاع. إلى بيغي طبعا نتكلم على لو فيرب بيغيغ. بيغير يعني أنه هلك. بيغير المقصود به هلك، أتلف أو تلاشى. هذا الشخص كان حاضرا عند الانفجار ثم أنه قتل. إلى بيغي دون لا ديفلاغراسيون هو هلك دون لا ديفلاغراسيون في الانفجار. Trois personnes ont été également blessées dans cette explosion. Trois personnes ont été également blessées dans cette explosion. إذن ثلاثة أشخاص هم أيضا جرحوا blessés. Ont été également blessés. أنهم أيضا جرحوا. طبعا نتكلم عن لوفير بليسي. لوفير بليسي أنك تجرح، ولكن هنا نتكلم عن لي تخوا بيرسون كي أونت إيتي بليسي، الذين هم جرحوا. إذا سو سون لي بيرسون كي أونت إيتي بليسي، إذا نتكلم عن الأشخاص هم الذين جرحوا. تخوا بيرسون أونت إيتي إيغالمون بليسي دون سيت إكسبلوزيون. ثلاثة أشخاص هم أيضا جرحوا في هذا الإنفجار. طبعا على فيديو آخر كما نلاحظ موقع المكان. موقع المكان. نلتقي في فقرة قادمة إن شاء الله. حياكم الله وإلى اللقاء.